طيب معذرة دكتور، لو عدنا إلى فكرة مجاهدي خلق، ما هي رؤية أهل السنة اليوم بالنسبة لمجاهدي خلق كبديل يمكن أن يحل مكان هذا النظام؟ هل ترى فيه بديلاً؟ لا، أنا ما أرى فيه بديلاً. لمجاهدي خلق صحيح أنهم حاولوا بل قدموا أكثر التضحيات، لكن ليس بديلاً صالحاً لهم. لماذا؟ لأنهم هم يحملون نفس العقائد، نفس العقائد المذهبية. إلى الآن يرون شاه اسماعيل الصفوي رجلاً بطلاً، إلى الآن يرون الفكرة الشيعية، إلى الآن هم يقومون باللطميات. الفرق بينه وبين الملالي ثلاث مرات يضربوا ثلاث مرات وهم يضربوا مرة واحدة. يعني نفس الخرافات المذهبية الطائفية موجودة في رؤوسهم. والآن أفضل فرصة في تاريخ إيران أن تقوم منظمة مجاهدي خلق لإصلاح هذا الخلل الكبير في المذهب. لكن بما أنهم يريدون الشعب، يريدون الكرسي، أصحاب السياسة لا يمكن أن يقوموا بإصلاح العقد الديني، لأنه سوف يفقدون، هم يظنون سوف يفقدون أنصارهم. ولذا ولكن الآن هم دعوتهم شيء وعقيدتهم شيء، بمعنى أنهم لا يدعون علنا العقائد الشيعية، يدعون إلى نظام ديمقراطي. إذا فعلا صدقوا في هذا يعني ربما يصلون إلى شيء ما، ولكن هذا كله يعود إلى الانتخابات مستقبلا، لكن ليسوا بديلا لا مجاهدي خلق ولا أنصار الشاه ولا أي معارضة. ليس بديلا، هذا كله سوف يظهر في الانتخابات الحرة كما حدثت في بداية الثورة، ثم خرجت من بطن هذه الثورة جهنما أحرق الأخضر واليابس. وهذا كله سبب هذا المذهب الهدام الذي يسمى ولاية الفقيه.